السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم محمد الشامي موشن جرافيك ديزاينر. النهاردة هنبدأ في سلسلة افكتات الافتر افكت، والنهاردة جايب لكم افكتين مهمين جدا، هو افكت سيت مات وافكت ايكو. اول حاجة تعالوا يلا نشوف هو هنستخدمهم ازاي. انا في البداية هرسم حاجة مثلا وليكن دايرة بالشكل ده كده مثلا، وهبتدي ارسم الدايرة بتاعتي، ادوس شيفت عشان تبقى منتظمة، وهعمل الانكور بوينت بتاعتي في المنتصف. انا عايز الدايره بتاعتي تيجي من هنا لهنا، هتيجي كده وتطلع وتنزل في خلال البوكس الابيض بس. في البدايه هروح للبوزيشن، هم عامل حرف البي كده، وهنا مثلا بي كمان، وهنا مثلا هعمل كمان واحد. طيب انا في البدايه عايزها تيجي كده، انا عايزها اصلا في البدايه هتيجي من هنا. تمام، هتروح لحد فين بقى؟ هتطلع لي لحد فين. تمام، وعايزها تنزل كده، فهي جت كده. انا مش عايزها بشكل ده، عايزها ايزي ايزي الاول، وبعد كده هروح للجراف اديتور عشان اظبط الحركه بتاعتي واخليها مظبوط. طبعا الكي فريم والجراف اديتور ما بتبقاش قيم ثابته، ما بقاش اعمل كده بس هتلاقي الدنيا تمام زي الفل، لا انت بتظبط كل حاجه بايدك. يعني مثلا في الاول انا مش عايزها تيجي كده وتقف، لا هتلاحظوا انها تيجي هنا وتقف، لا انا مش عايزها كده، هضغط من كليك هنا كده واقول له كونتينوس واقول له اوكي، وهاجي ارفع دي كده كده بحيث ان انا اخليها تكمل ما تقفش. يعني ايه؟ ان هي بتتحرك بتيجي تبطئ بس ما بتقفش. ممكن ده اتسرع من هنا كده، اتسرع من هنا كده، هتبقى معانا بالشكل ده كده. في الاول انا عايز الحركه ما تبقاش حد من هنا، هاجي كده واعمل كده. انا من هنا احنا قلنا احنا عايزينها، عايزه تيجي بزاويه، يعني الزاويه دي لما توصل هنا تيجي بزاويه برضه. انا عايزها تبقى في البوكس الابيض بس. هعمل ايه؟ اروح اطبق افكت سيت مات، ابحث عن افكت سيت مات. انا عايزه يطبق على ايه؟ على البوكس الابيض. انا عايز الدايره الزرقاء تيجي بس على البوكس الابيض، فانا هعمل كده اقول له شيب لاير 2 اللي هو ده، هي مش هتظهر غير في البوكس ده. تمام، هتبقى بالشكل ده كده. تمام، انت طبعا ممكن تظبط الحركه، مفيش حاجه اسمها مثلا هنعمل عند ال 20 فريم او هعمل عند 10 فريم وهتبقى الدنيا تقول. انا ممكن ابقى اسرع وابطئ بنظرتي انا، وانا شايف الدنيا مثلا هتبقى مظبوطه فين. تمام، عايز اظبط بقى الايفكت الثاني بتاعي وهو ايفكت ايكو، فاروح كده واقول له ايكو. ايكو ده بيعمل لي زي تتابع للشكل بتاعي، يعني مثلا كده هو واخد سالب مثلا 33. طيب في البدايه هتلاقي حاجه ظاهره لي كده زي بلو، لاني عاملها اد، لو انا خليتها ماكسيمم هتخليها لي بالشكل ده كده. طبعا لو انا جيت مثلا عملت بلند برضك هتعمل نفس الشكل. يعني في مواقف تانية ممكن احتاج ادرب الحاجات دي، يعني في موقف فعلا انا بشتغل حاجات مثلا زي اد او تمام، فانا عايزها ماكسيمم. من نمبر اوف ايكوز هنا دي بيزود لي عدد الدوائر بتاعتي، هنا مثلا خليها 8 دوائر. طيب الايكو تايم سكند، يعني مثلا لو انا جبت كده هنا مثلا سالب 33 مثلا من 1000 مثلا، انا لو خليها سالب كلها 3 كده، بص عملها ازاي، يعني قلل لي الحاجات خالص. يعني بص كل ما بتعمل يعني كده بصوا بيزود التتابع او بيزود المسافه ما بين الكور بشكل معين، فهي كانت كده، يعني هي كانت سالب 0.33، هي كانت بالشكل ده. بس بصوا هنا الحرف عامله ازاي، يعني لو زودت كمان دوائر خليها مثلا 50، انا بحب مثلا اخليها 0.2 كده، فبحس ان هي ناعمه اكتر. يعني هنا القيمه دي بتحس ان هي ناعمه اكتر، انت ممكن تخليها 0.03 يعني زي ما انت شايف، بس انت قلل الرقم ده، يعني خليها 2، ممكن تخليها 1، تزود مثلا كده زي ما انت حابب، بس المهم تبقى ما تحسش، يعني تحس ان الحواف بتاعتي ناعم. بس انا هخليها 0.02 زي ما انا بحبها، وانا مثلا هخليها 50. طيب في عندي حاجه اللي هي ستارت اند دي، اللي هي ممكن بتقلل او تقلل كده زي ما يكون بتقلل الاوباسيتي لحد ما تختفي. في الديكاي ديت يعني بصوا بتقلل الاوباسيتي بس من الاواخر، يعني من النهايه بتاع الدايره او من نهايه الايكو، فانا بخليها واحد مثلا زي ما هي كده. تمام، فانا لو جيت احرك، طب لو اديتها مثلا ممكن اديها موشن بلور اخلي الشكل بتاعي احسن. طبعا موشن بلور بيبطئ الجهاز شويه،
طب لو انا دلوقتي مثلا جيت كررت الشكل ده اكتر من مره، هتلاحظ ان كله هياخد نفس الايفكت بتاع السيت مات، يعني كله هيظهر في خلال البوكس الابيض. مش هحتاج مثلا ان انا اعمل لهم مثلا كومبوزيشن واحطهم واعمل تراك مات والكلام ده كله، لا هو حاجه خير فكله هياخد نفس الحاجه. فانا ممكن بقى ايه اقدم دي كده اتنين، اقدم دي كده اتنين، واقدم. طيب اول واحده مثلا ممكن اخليها بتاخد حاجه زي ظل كده، هغير لونها للاسود. ليه بقى؟ عشان هتاخد لي زي ظل كده فهيسبقني الشكل بتاعي، تمام؟ هتبقى بالشكل ده كده. وهروح مثلا للشكل ده، اول شكل طبعا هو لون ازرق، انا عايز اغير في الشكل اللي بعده اخليه مثلا اللون اللي هو ده مثلا، تمام؟ واللون اللي بعده هديه اللون اللي هو مثلا اصفر كده، هيبقى معايا بالشكل ده، تمام؟ فهيبقى معانا بالشكل ده. بس كده، هو دي الفكره بتاع الايكو، وان هو يظهر بشكل كويس وشكل ناعم. انا ممكن اطبق ايه مثلا؟ انا عندي مثلا الدايره ديت وفيها مثلا شكل جواها مثلا ايقونه او حاجه معينه بتدل على حاجه معينه، فانا بطبق على الدايره اللي هي حول الايقونه بتاعتي فبتاخد الشكل ده. وممكن الايكو اطبقه على اشكال تانيه، يعني مثلا وانا شغال اجرب مثلا لو انا مثلا بحرك ساعه من هنا لهنا، فانا ممكن اعملها ايكو، اعمل لها ايكو فتديني برضك شكل كويس شويه. بس كده، فدول افكتين مهمين حبيتنا نبدا بيهم السلسله بتاعتنا. وبس كده، ولو عجبتك الحلقه يا ريت تدوس لايك وتعمل لي كومنت وسبسكرايب في القناه لو انت لسه ما اشتركتش، عشان لسه في دوس تانيه اجمد. وسلام.